إذا كنتي خاطب أو عندك صاحبة أو قررتي تتزوج بها وبيناتكم التليفون يعني ما كتشوفوهاش ولا فكتصل بها نهار الأول، كتصل بها نهار الثاني، كتصل بها نهار الثالث، كتطلب منها تخرج من نهار الأول نهار الثاني ولو غير مكان عام. إذا اتصلتي بها خمسة د المرات حبس، خليها هي تتصل بك. إذا قلبت عليك راه تسوقات لك وكتبغيك. وإلا ما اتصلتش أوليدي من بعد خمسة ديال المرات كتصل بها وما كتجاوبكش، ولا كتكتب لها في فيسبوك وكتجاوبك حتى الغدا، ولا كتكتب لها في انستغرام وتجاوبك حتى بعد الغدا، ادخل وشوف معاه من كتهضر، غتلقاها جالسة في الانستغرام ولا جالسة في فيسبوك أو الفيسبوك وما كتجاوبكش. هذيك راه متقلة عليك، هذيك باغا تدوخك سبعة ديال الدوخات، وهذيك معلمة مزيان باغا تقول بك، باغا تقل وناخذ نصائح من عند أمها وصحاباتها، كتقول لها تقلي. إذا هذيك مخططة. المرأة الزوينة والظريفة المعقولة راه كتصل بها غير مرة وكتبقى تجاوبك، سير بلاص يلا كتصوني كتجاوبك، لأن كتساينك، كتساينك وقتاش تعيط. لكن المرأة اللي ما كتساينكش لا خير فيها، المرأة اللي ما تجاوبك على يومين لا خير فيها، المرأة اللي ما اتصلتش بها جوج مرات والثالثة تتصل بك هي لا خير فيها. ولذلك راه كيبان الإنسان كيبان المعقول في الأول، غير كتبقاو تطولوا. المرأة إلا تعرفتي عليها وعجبتيها راه هي تبقى تتصل بك كل دقيقة. المرأة اللي كتتصل بها وتبقى تهضر معاها يلاه هضرتي بسم الله تقول لها راني مشغولة بالسلامة عليك تنتصل بك من بعد، عرفها ما غير ما لايقاش. المرأة اللي كتموت عليك راه ما كتسخاش من الصوت ديالك، فهمتي. والمرأة اللي تعيط عليك وتبقى تأنبك فين مشيتي فين جيتي فين، هادي غير تطلق منها لأنها تمحنك في الزواج. والمرأة اللي تبقى تشك فيك ياك ما هضرتي أنا عيطت لك ولقيتك مشغول، هادي شكاكة ما عندك ما دير بها. المرأة الرائعة هي اللي كتصل بها مرة وكترجع لك شافت ما جاوبتكش كتشوف السؤال ديالك وكتعيط لك تقول سمح لي، كتبدا الكلام سمح لي ما كنتش كنت مشغوله، وملي كتعيط لها كتلقاها ولا غبتي كتعيط عليك ولا هز التليفون كتسول عليك السؤال هو الاول ماشي الشك والغيره، كتقول كي درتي فين غبرتي واش انت لاباس وكذا، فهمتي، وتعطيك الاخبار وتقول لك انا هنا وانا مشيت هنا وخالتي وعمتي. هذه هي المراه الطيبه، راه حضر راسكم مع عمو راه باين كيفاش كيقول لي انا كيفاش نختار المراه، راه باين بينها من العنوان غير في التليفون. الا ما كتصلش بيك وتهضر معاها وتقول لك بالسلامة عليك دابا تنعيطك من بعد ما تعيطش، وهي في الفيسبوك وما كتجاوبكش، راه باين بلا ما تلصق. تكون عندكم شويه النفس، تكون عندكم النفس اولي، راه هذيك ما خدامه هي راه تجي هنا وتجمع لك حبل وتدير لك وراقك وتخلي لك الدار وتنعسك في الطوموبيل، هما هادو. خذ المرأة الطيبة اللي كتسول فيك قلب عليك.